محلل عزمات عاشق تقديم الخدمات وحاول احاول حل الازمات وقف على بال بال بمقالب كل الحلقات وقف على بال بال بمقالب كل الحلقات انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر يا سلمان انزل تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت في الأرشيف في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع هذا انت هذا؟ انا استاذ نعم. انت ما تشوف انت ما فيك عيون؟ ده عند السيارة الله لا يعطيك عافية ان شاء الله. ايش اسوي يا استاذ نصيب ولا عصيب؟ اسمع بتصلح السيارة هذا حسابك وانا عارف شغلي معاك ما تدخل الشركة الا انت مصلحنها مفهوم؟ ناس ما تقلب العين الحارة الله يخيبك خيبة. نصلحها ليش ما نصلحها ابوي؟ ايه غلطتنا ترى صباح الله صباح الله مرت يا المصايب علينا نجي محصين وراك يا سلمان انت غير المصايب والمشاكل يلا ها الو عايدة حبيبتي لا يا حبيبتي انا اكلم شيء من الشغل لا شويه شغل بسيطه بالشركه اخلصه وجاي على طول افا يا حبيبتي عايدة ايش هذا الكلام
انت اللي في القلب يا عايده. صدقين انا عايش في ظلمه وانت النور اللي نور لي حياتي. اي والله. حبيبتي شويه شغل بس اخلصه وجايين على طول. اي نعم ان شاء الله كل شيء بيتم على خير ان شاء الله. صدقي عايده اتمنى اعيش معك طول العمر. اي والله انت حياتي وانت روحي وانت كل شيء. يلا الحين مع السلامه. قصدي باي باي يا روحي. صب قهوه يا عبد الله صب قهوه. ان شاء الله. تفضل. ايش هذه قهوه؟ هاي قهوه؟ لا هذه شاي. شاي؟ شاي يا خس؟ جاي تعطيني شاي في ترمس القهوة يا غبي؟ ما تفهم؟ ما تميز بين القهوة والشاي؟ روح ان شاء الله. لا تموضوع فيهم خليهم يجيبوا طلابك بيها. يلا ان شاء الله. شاي؟ غبي هذا الولد غبي. نعم حد يجيب الشاي في ترمس القهوة؟ ايش اسوي بس فيه؟ ايش اسوي فيه؟ ناس ما تفهم والله العظيم. يا جماعة المدير العام وصل. أستاذ سلمان وصل. غبت يا حسان غبت. لا طالب منكم كلكم أربعة. الله لا يبارك في بليزك يا جمعة. خلاص مطرودين. نحن مطرودين يعني مطرودين. الله أكبر ما عليك يا جمعة. بس تجي كان ما طحنتك كمان قهوة طحن. بسرعة بسرعة بسرعة. شايف إن معصب واجد واجد. قايل يا أخي قايل قايل. مالك أنت مستعجل على نهايتنا؟ ما عليك يا جماعة ما عليك. لو ما خليت زوجي كسر لك ضلع ضلع. ما أكون أسيام. نعم ما أكون. جمعة إيش قال السوى؟ الله يخيبك مرتوب السيارة ملعو زلاف وقت أحد. الله يخيبك السيارة مدعوم من الخلف. إيش اللي قال قدام؟ كيف نعش لك السيارة بطلع بصارينا؟ لحظة يا أستاذ لحظة. الله يهديك وصلح لك السيارة لا تخاف. هذه ما لها داعي. أين داعي السيارة هذه؟ وهذه بعد ثقيلة بتنقل على السيارة. ايش تبغينا؟ السيارة ما تقدر تمشي. الله يهديك يا أستاذ. لا لا عجل لا استعي خلص صلح هذا. أنا قلت بصلحها بصلحها يعني. أنت ما الميكانيك أنت؟ أنا قايل لك جيب لي ميكانيك يصلح السيارة. ما أنت شوف كيف تسوي السيارة. شوف الله يقاسيك. الله يلعن الأمام اللي شغلتك فيها. ايش أسوي فيك؟ ايش أسوي فيك؟ أنا أصلا ميكانيك هذا شغلي شغلي. أنت بس اصبر. هاي ثقيلة هاي ثقيلة على السيارة بعدها. ايش نقول ما منها فايدة. يلا اسمع واضح هذا جو ايش ايش فايدته؟ ها ما منها فايدة. جمع غيب جمع السيارة. يا الله غيب لا تنسى ابدا. روح جيب ميكانيك. الله يخيبك. شوف طلع لها صوينها مدعومة الخلف. ايش الله يخيب بليزك. الله يخيبك. خلاص خلاص خلي السيارة ما يحتاج. والله ما يحتاج تمام. إذا ما تبغيها ما يهمك أستاذ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش سويت بالسيارة يا جماعة؟ الله يصرفك. دعمة بسيطة تسوي فيها كذا؟ اتقلوا عليها مصاريها ما بقيت فيها شيء. لا إله إلا الله. هاي ما سيارة صارت دعمة ما سيارة هذه كما يقولوا سيد حودة وفغيدة. ما في لعنة ما نقى يضيع الخبيث إلا اليوم لما يكون عندي شغل مهم. ما عليك أنت ما عليك. أشوفك بس أشوفك إلى ما أشرب من دمك. باقي أستاذ صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير. تعال أيوة أستاذ. تعال جمعوا. نعم تعال جمعوا. إيش سويت السيارة؟ ما سويت فيها؟ ما قلت لي صلح أستاذ الله صديقك. صلحها؟ كلابك يصلحها؟ كلابك يصلحها ذاك؟ كلابك يصلحها؟ قلعت لها مصاريها وقلبت لها كرش فوق تحت وسامانها مو هالبليه هذه. استاذ الله يهديك لازم الشغل يكون على وصول. كله مني انا كله مني انا. نعم انا السبب. مو تبغى يدور شنخ ثيابي وما اسوي؟ يا ريت انا اسوي سواق. انا بعد انه الجو حار شويه. مو تقول تبغى مو تقول تبغى مو تقول. استاذ زعلان على السياره يعني زعلان على السياره. الله يهديك تصلح ما يهمك. ابغى اسالك سؤال واحد. اسالك سؤال. الحين الدعمه من ورا. زين من ورا الدعمه. إيه؟ ايش دخل الماكينه والكراسي مو دخلهم؟ قل لي. انا بقول لحضرتك. قل. الله يسلمك ترى انا اكتشفت ان سبب الدعمه الماكينه لانها ثقيله على السياره. اي فقلت انا اقطعها واشيلها كلها او قطع منها يعني اشيل من الماكينه عشان ترتاح. ما الواحد لما يعور حلقه ما يقلع له ضروس ويرتاح. الله يريحني منكم من امثالك يا جماعه. اقول امين. قل يا باشا
كيف استاذ؟ تفضل. ليش؟ روح للميكانيك بسرعه. ميكانيك ابغى تويكي. انت تمر بس انا حبيت اخدم استاذ، حبيت اخدم مال. يقولون انت خدام الاخوه. انت بعدك واقف انت قدامك. روح روح. وين اروح؟ اسمع، ها تروح اجيب ميكانيكي ده. لكن ايانا واياك تروح في السياره الكحيانه هاي، فهمت؟ ليش استاذ؟ ليش؟ خير؟ كيف ليش خير؟ اذا صرت سيارتك الكحيانه هذه يعني ماشي، ما قام تجيني البق ولا قام اشوف وجهك. امون قال لك استاذ الله يهديك، انا سيارتي مثل الغزال. هذه غزال. هي غزال ما سياره. سيارتي انا مثل غزال؟ مثل غزال سيارتي؟ غزال ما سياره. اقوم بقى تمدح لي سيارتك. قل ما يقول. يا برايك انا اصلحها؟ انا ارخص، بسوي لك ديسكاونت، بسوي لك تنزيلات. قل بوكك بعطيك تخفيض. عندي شغل مهم، روح جيب ميكانيكي. يعني كسر تصليح. رفعت اللي بغطي باقي الفلتر بس. رفعت اللي بغطي. قتلتني يا ابو غيب. غيب اطلع. زين رحنا يا يلا يلا يا ربي ترحمني يا الله. صدقوا ما حد معذبني في هذه الشركة إلا هذا اللي اسمه كموع. هذا معذبني وشاقني في حياتي. نعم حسن، حسن اسمعني زين. اجمع جميع الموظفين وجيبهم اللي عندي في المكتب، عندي شغل مهم، فهمت؟ يلا مع السلامة. يعني بوفاق ما قتلني من الهلاك. جمعة. نعم. من اللي فك هذه الأشياء كذاك؟ فك زين. لا أنا طبعا أنا. وليش؟ لأن هاي سيارة محترمة ولازم تتصلح صح يا حمد. تتصلح صح؟ وليش تضحك بعد؟ عشاني ما فكيت الإشارات؟ ممكن أفكها ما عندي مانع يعني. يا جمعة الشغلة ما شغلتك، لا تشتغلها. أنا خايف أنت تخربها يا حمد. وين جمعة؟ وين جمعة؟ جاي جاي في الطريق. في الطريق أستاذ جاي. أستاذ جاي في الطريق. أستاذ جاي. بعدين أبغى أسألكم سؤال، أنتم كيف تسلموا شغلكم لواحد ثاني؟ كيف؟ ما عارفين هاي المسؤولية؟ ما عارفين؟ ها؟ أخ يا جماعة أخبت، ما عارف إيش أسوي الحين، ما أعرف. إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ بصراحة يا أستاذ أنت عارف أن أنا أحب أخلص شغلي بنفسي. أنا عارف إن أخلص شغلي بنفسي. أنا ما أتكلم عنش، أنا أتكلم عن الكل. وبعدين ما عارفين إن اليوم في اجتماع وفي فرح وفي معازيم؟ ها؟ نعم. إيش تقول؟ قصدي يعني في 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 مسؤولين وفي مديرين. أنتوا باغين ترفعوا ضغطي ولا إيش؟ أنتوا باغين تطفشوا عن العروس؟ نعم. جمعة جمعة وينك يا جمعة؟ وينك يا جمعة؟ وينك يا جمعة؟ جمعة دائما يجي في مواعيده، بس احنا اليوم تقدمنا حسب أوامرك، وبصراحة احنا نسينا نخبره. نسيتي تخبري. سمعي يا شاطرة بقى، احنا في شغلنا هذا ما في حاجة اسمها نسينا، فهمت ولا لا؟ يا أستاذ سلمان، جمعة هذا أصلا موظف مهمل. لا وكسول وكسول. ودائما يتهرب من الشغل. نعم دائما يتهرب. يعني جمعة هو اللي خلص الشغل في الشركة ما كذاك؟ لا يا أستاذ سلمان، يعني هو بس ياخذه ويدقق فيه بس. ياخذه ويدقق فيه بس. وانت ايش خالتك؟ انت ايش ايش خالتك؟ تبغى تطفشوا عن العروسة ولا ايش؟ نعم أستاذ. جمعة السلام عليكم ورحمة الله. انت جيت. صباح الخير أستاذ مدير عام، قصدي سعادة المدير. كل شيء تمام، كل شيء تمام. السيارة صارت 100%، بس المنفر مربوط شوية بس ممكن يطيح في أي مكان، لكن كل شيء تمام. ويمكن تأخذ يعني مخالفة. سكت 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 بس سكت سكت خلاص سكت. الدنيا تراها يومين، الله غفور رحيم. المهم الميكانيكي تحت يتعبث في السيارة، يمكن يطلع منها شيء ثاني بس عشان تمشي. قلت لك سكت سكت. أنت مهمل وكسول. نعم مهمل وكسول. ليش واصل الحين؟ ليش قول ليش واصل الحين؟ كيف ليش واصل الحين أستاذ الله يهديك؟ إحنا واصلين مع بعض والدليل السيارة تحت. وين الشغل؟ الشغل وين الشغل؟ الشغل؟ الشغل على مكاتب الزملاء. وأنا أستاذ راجعت بنفسي. نعم. راجعت بنفسك ولا خلصت المعاملة كلها يا جماعة؟ يا أستاذ مدير، من قالك إنه هذا يعرف يسوي شيء؟ أنا؟ هذا أنا اللي علمتك كيف التعبير الإنشائي في الأسلوب، وأنا اللي علمتك كيف يحفظ المذكرات بكل دقة.
أنا هذا أنا يا حسان. هذا حتى اسمه ما يعرف يكتب. أنا يا مدام هريس، أنا أقصدي يا مدام سهام. بعدين يا أستاذ مدير، قلت له سير تعلم الكتابة، ويوم تكتب عربي كتب من اليمين إلى الشمال. وبعدين عشان يوم تيك الضربة من اليمين على طول تعطيها من الشمال عشان تفوز بالجولة. نعم تفوز بالجولة. قالك تحترمي. انت مجنون، انت مو بيش مو جاي نشبه، انت تخافي ولا ايش انت؟ ها يلا كل واحد يشوف شغله. يلا ترى شوف شغلكم يلا، وابغى الشغل يمشي بدقه، واي واحد يخلص شغله يجيب لي على طول. يلا ترى يلا يلا كلام فاضي. كم يلا 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 بوكس ماش. وقف انت يا متخلف. حسان المدير يقول لك يا متخلف. انا سر، انا اقول لك انت يا بني ادم. أنا نسيت أقول لكم على حاجة مهمة جدا. أستاذ السيارة بتتصلح وما في داعي للفضايح. سكت سكت. أي سيارة بعد أنت بي؟ أي سيارة وتتصلح؟ سمعوا زين. الخبير الأجنبي بيوصل بكرة، وهذا الخبير يبغى الدقة في العمل، مفهوم؟ وأنا بعد أبغى الشغل يمشي مثل عقارب الساعة. ها؟ يلا روح شغل. يلا بسرعة. يلا 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 روح يلا. وقف انت يا متخلف وقف. يا حسان كلمة هذا يناديك من ساعة، سير له. انا اكلمك انت، اكلمك انت يا بني ادم. انا اكلمك انت. روح يا حسان روح روح تعال. شكرا استاذ شكرا. مع السلامة. اقول يا جماعة، انت بالله عليك متى تحس بالمسؤولية؟ متى تقول لي يا استاذ سلمان السيارة بتصلح؟ والله بتصلح السيارة. لا تذكرني بالسيارة، لا تو اقلع لك رجولك مثل ما اقلع المنظر. اي بس استاذ سلمان قصدي يعني معقولة؟ معقولة يا جماعة؟ معقولة؟ معقولة تخلص شغل المكتب كله وهؤلاء الناس مش شغل ما تشوفوا عليك يعني؟ انا اعطي هذا الناس معاش على ايش؟ على سواد وجهك يعني؟ قولي على سواد وجهك. صدقني يا استاذ سلمان هذول يشتغلون بروحهم، كل واحد يخلص شغله بنفسه. كذاب انت، كذاب يا جماعة كذاب. اسمع مرة ثانية، هذا الشيء ما ابي يتكرر عندي في الشركة، مفهوم؟ مفهوم استاذ مفهوم. ما معقولة هذا اللي يستوى؟ ما معقول انت يا جمعة مسوي نفسك البطل في انقاذ الجميع، ولا ان هذه لعبة وانا ما فاهمها؟ جمعة اقول ايش سويت في المذكرة اللي قلت لك عليها؟ طبعتها باسلوبك الظريف يعني؟ ها اي نعم تفضل. عظيم عظيم عظيم. اقول جمعة ايش رايك في اسلوبي زين؟ ما ينفع. ها ايش غلبه؟ قصدي يعني انا سويتها يعني غيرتها كلها باسلوب اخر يعني. يعني عدم مؤاخذه يعني اسلوبك انت كان جيد بس كان ركيك شويه. بس 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 سكت سكت. ركيك ما صدقت انك ذراع خذيت ضع. ما صدقت. بس يعني استاذ يعني قصدي يعني انا ايش قصدك انت ايش تبغى بالمشاريع هذه الكبيره؟ انت موظف بسيط وتبقى تحت عارف يعني تحت. المشاريع هذه يبي لها واحد مفكر مثل انا اللي افكر، ما انت ما تفهم شيء البر ابدا. انت ايش اللي عرفك بالمشاريع هذه؟ ايش قول الثغر مو تقول قرص. لا انا قصدي اقول يعني مشروع مثل هذا يعني كثير يعني. لو تشوف مشروع اخر يعني مشروع مفيد وجديد، يعني مشروع يكون مشارك بالبناء الفعال بالسلع المحلية، يعني مشروع جديد يعني. بس 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 ولا هي يعني عملية مكسب وبس يعني استاذ؟ سكت سكت. قلنا لك سكت. انت قلت لك موظف صغير، وبعدين قل لي من سمح لك تناقشني في مشاريع الخاصة؟ من سمح لك؟ ها انت موظف وتبقى موظف بسيط يعني تحت تحت تحت. ثلاث مرات اقول لك اياها. ما قلنا شيء يا ابوي. تحت تحت بس. لا كنت تاخذ وتعطي معي بعد ايش اسوي لك؟ اسمع اسمعني زين جماعة. حاضر. خلي عنك الكلام الفاضي هذا، انت انسان فاضي وما عندك شغل، وانا ما مستعد اني اسمعك. لو خذ المذكره هذه واعطيهم اياها عشان يطلعوها، مفهوم؟ انا يا جمعه ابغى اشتل من هنا على العزيمه، قصدي على الاجتماع، وانا مطمئن. تفضل يلا واقف بعد واقف. مشي غبي. اقول لك مشي. حاضر. روح يلا تكن. الله يهلكك. احد ما عاد مني في الشركه هذا الا اسمه جمعه هذا. الله يصرفه صرفه. ايش البليه هذه؟ ايش البليه؟ قام المدير العام. وين جمعه؟ جمعه هنا. جمعه 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 هو طالع. بس خلي الدلع. خلي الدلع. طالع ان شاء الله. طالع. الله يصرفكم صرفه. ما عاد مني في حياتي يا عم. اوف
يلا يلا يلا. الو قمع. من عايدة؟ سامحيني يا عايدة، انا افتكرت واحد من الموظفين يعني. لا لا يا حبيبتي لا ابدا، ان شاء الله الساعة 12 مثل ما اتفقنا، كل شيء بيتم ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامة يا عايدة. باي باي. مو احنا ناقصين؟ احنا ناقصين يتخبى حرامي عندنا في الشركة؟ يقول الشرطة وهم يطاردوه دخل الشركة. ومن هو هذا الحرامي بعد؟ والله حالة، إذا كنا عارفين من هو الحرامي كنا جلسنا كذا كل واحد يشوف على الثاني. صباح الخير يا آنسة نجوى. صباح النور. أنت إيش اللي أخرك يا فالح؟ كنت بتودينا بداهية لو ما جيت؟ خلاص بس ما يد كلام زيادة واجد. سمعوا يا جماعة، ترى الخبير بيوصل ولازم نكون عند حسن ظن الأستاذ سلمان ومجلس الإدارة. بس أنا خايفة خايفة. ليش هو زوج الجمهور مرة ثانية؟ أخي بس هذا عايش فيك الضرب بس. كعسى عمره طويل زوجي، فعل الله ولا فعلك. عجب ايش اللي مخوفنا يا مدام؟ من الحرام، من الحرام اللي دخل الشركة. كلام فاضي هذا، حرام يا وين حرام. أي حرام يا الله يهديكم، احنا الشركة فيها ناس وأمن وأمان. لا تخافوا يا جماعة، ترى أنا أشم ريحته على بعد كيلو، بس إذا طلع خبروني وأنا أعرف كيف أتصرف معاه. Excuse me. What? Where is your director here? Huh? Your director, please. Min, min? Your boss. Don't ask, call. Your manager. Oh, how silly. رسالة خطاب معتبر. كلام حلو فيه. من تقرأ على طول بتطيح بحبك بتموت بتسلم الروح. فعل الله ولا فعلك يا أخي. تطيح بحبي صح. بتسلم الروح بعد. كلام غاوي فيه الله يهديك علامك أنت. تعرف من كاتبنا هذا تعرف؟ ايش هذا؟ واحد غريب اشوف. انا يكون ما قلت لكم انا شم ريحته من بعد كيلو؟ من هو؟ هو ذا الحرامي اللي يعرف انه هو. ها ها. اي من انت؟ وات؟ ماشي وات، غير لهجته، غير لهجته وات؟ وات وات وات. حرامي 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 هو هو. ضربه 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 حرامي حرامي ضربه حرامي. ايش هذي غبشه؟ ايش هذي غبشه؟ ايش الحوض هذه؟ حرامي اسمع استاذ حرامي. حرامي حرامي ايش حرامي؟ اطلب الشرطه على طول. اي نعم صدناه حرامي. هذا الحرامي اللي عزاج الناس والشركات هو هذا اللي صلبه. ايش هذا اللي سويتوه؟ كيف؟ ايش هذا اللي هببتوه؟ هذا الخبير المنتظر؟ هذا الخبير اللي بيوصل الحين الشركه؟ ايش هذا اللي سويتوه؟ لا تقول وغيابك يا جماعه قتلنا الخبير بيقتلنا المدير. الو دكتور مساء الخير، انا سلمان صاحب الشركه. نعم بس بغيت استفسر عن صحه الخبير، كيف صحته الحين؟ سيئه. ايش تقول؟ الخبير في الانعاش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. غاب الخبير، مات الخبير. لا لا طيب مع السلامه دكتور. مع السلامه. لو عندي شوية وقت كنت قطعتكم قطعة قطعة وكل قطعة أكبر. أشوف بس أس أس أنت السبب في كل شيء. إيه نعم أستاذ المدير، هو السبب، هو السبب أستاذ سلمان، عشان هو اللي هجم على الخبير. لا ويقول وين أنا أشم ريحة الحرامي على بعد كيلومتر. وين هذا يشم؟
وقال له تعالوا اضربوا معي، ونحن قمنا نضرب الخبير المسكين وهو صرخ وابويا وفقري. بس بس الخبير يقول وابويا وفقري، الخبير يقول لك يا الله ما نبقى هذا الشيء يستوي لليوم. اليوم لما تكون انا عندي مهمه ما عندي مهمه ولا اجتماع يا استاذ. اوف اوف انت السبب في كل شيء. نعم هو استاذ انا بقول يعني المفروض ان هذول الاخوه الموظفين يتحققوا اول شيء من كلامي، ما يجي كذا على طول يهجمه ويضربه. احكي انا ماني عارف وين جايب الموظفين القشش انت الله يهديك. اص اقول لك اص ولا كلمه، انت السبب في كل شيء. يلا كل واحد يروح مكتبه، يلا غيبوا غبت عليكم، يلا قلبوا بوقوكم، يلا اخ منكم اخ كلهم معذبين في حياتي. يا عم الو ها ايش المعلم وصل؟ اشيله لا انا ما ارضى ولا ارضى ولا ما ارضى. وكيف ارضى يا ناس انا متبهدل. أنا إنسان رومانطيقي، نعم رومانطيقي وولد عز، نعم ولد عز، يعني أنا وسلمان بنكون في نفس الدرجة إن شاء الله. نعم باين لا باين بتكون إيه خلص المذكر المدير العام طالبنا بسرعة. إن شاء الله. يلا أبوي يلا اشتغلي. بس جالسة تفكرين في ذاك الزوج. أنت عارف أنت عارف لو تأخر مرة ثانية بكتب عنك مذكرة توديك في داهية. إيش معنى مذكرات الرفض والمشاكل تعرف ترفعها يا أستاذ حسان؟ أنت لا تتدخلي يا أنسة نقوة، ما كفاية؟ ما كفاية كنا بنروح فيها والسبب الأستاذ قمعة هجم على الخبير وخلانا نضربه من غير ما نعرف وورطنا. لا خلاص خلاص أبوي ما بتأخر خلاص. المهم عسى تكون إن شاء الله الحسابات عجبتك، ولو إنها ما مضبوطة وكلها لعب في لعب، لكن يلا هتمشي. بس 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 اسكت اسكت لحد يسمعك. القدران لها اذان، وبعدين ما لنا شغل باللي يصير. اي نعم ما لنا شغل، احنا موظفين ونأدي اللي علينا، وهو هذه شركتهم وهم احرار فيها، احنا ما لنا. لا يا اخي ما احرار، هذا حرام والسرقه حرام. الناس تاكل عيش وتشقى، ايش ذنبها لما المشروع يفشل؟ بالله ايش ذنبها؟ الناس حاطه في مساهمات، هذا المشروع ما ملك الشركه وبس. يا جماعه لكن ايش يسوي؟ ماني عارف، الواحد لما يقول الصح ويقف في طريقه. كلامك حلو يا جماعه بس من يسمعه؟ اللي المفروض يسمعه يا انس نجوى. لكن ايش اقول ابوي، ترى انا ما قلت هذا الكلام ولا احد سمعني، وانتم ما سمعتوا شيء ابدا. زين لا يا جماعه لا، هذه هي سلبيه السكوت عن الخطا. انا مالي شغل في السوالف يا انسة، عندي الشغل تبغين اساعدك انا حاضر ومستعد. لا احسنت وما قصرت، وبعدين تعرف ان انا احب اخلص شغلي بنفسي. عارف يا أنسة عارف، بس أنا حبيت أخدم خاصة أنت، يعني بالذات نقدم لكم خدماتنا الخاصة. الله يجازيك وخف دمك، بس مع ذلك أقول لك أنك تتهرب من المواجهات. أنا؟ لا ممتاز أبدا. ممتاز يا جماعة ممتاز، أسلوب رهيب وجميل. أنا تحت أمرك يا أستاذ سعيد، ولو تبغيني أكون مكانك بعد ما عندي مانع يعني. بس أنا أحبها يا جماعة والله أحبها. زين يوم ما سمعتني. جماعة جماعة المدير العام باغنك تو وبسرعة. تو وبسرعة؟ هنا روح دينك روح. يلا يلا خلص المذكرة باغنها هذا الريال، ما فينا على بلاوي وجع الراس. هات قوم يا سلمان قوم الحين، بعد قليل تبدأ حياتك السعيدة. نعم الو نعم ايوه موزه ايش ناقع عندك يا موزه؟ الحين واصل المكتب عندي، الحين واصل توني واصل. بس ايوه ما نسيان يا موزه ما نسيان، المذكره والملف بيجيبهن جمعه، بيجيبش اللي بيجيب الحاله الحين ايش فيش. ايوه ما نسيان. وبعدين يا موزه يلا مع السلامه يلا ايش فيش. اوف معليش يا موزه معليش، إن ما جبت لي الشريكة في البيت ما أكون أنا سلمان، لا وفي الشركة بعد وفي القلب بعد. معليش يا موزة يا موزة معليش 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 يا بنت الله.
ولا بلاش؟ ليش انا بعد هذا اتاخر اشوفه؟ تفضل. استاذ ساعة يا فالح تطبع لي مذكرة ساعة؟ أنا آسف جدا أستاذ آسف. قل لي هذه كلمة آسف أنا وين أصرفها؟ في أي بنك؟ أصرفها في بنك القلب المفتوح الصافي النقي. بس بس جلس جلس بدون فلسفة جلس. طبعت المذكرة بشكل جيد؟ أي نعم تفضل أستاذ، هذه أصل وثلاث نسخ. أشوف. عظيم عظيم. حسن أستاذ شكرا. اسمع يا جماعة. نعم. تروح البيت حالا عند الحين وتشيل معاك هذه المذكرة وتعطيها لحرمنا المصون السيدة موسى. حاضر. ومعاك هذا الملف. حاضر. طيب جلس شوي أبغاك جلس. بغيتك أمليك شوية نقاط يعني علشان حرمنا المصون لما تسألك يجاوبها على طول عن سير العمل والعمل كيف ماشي في الشركة، يعني حاضر. النظام والدقة والسرعة في العمل. حاضر. لكن أياني وإياك تتلخبط ولا يعني تكتبك أو لا 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 تفضحني. أنا أصلاً لا أتلخبط ولا أفتن ولا شيء، يعني طبيعي كذا. أيوة حاضر. أكتب إن شاء الله. أما بالنسبة للمشروع الجديد فهو يتماشى مع المشروع القديم أيوة. عايدة حبيبتي. عايدة حبيبتي. لا يا حبيبتي ما نسيان، بس أنا الحين واصل الشركة يعني أخلص لي عنده وجاي نش على طول. نسيان قرص له عنده وجاي نش على طول. عايدة أنا ممكن أنسى هذا اليوم يا حبيبتي. ممكن أنسى هذا اليوم يا حبيبتي. أنا عارف يا عايدة يا حبيبتي إن اليوم الساعة 12 أتزوج. أنا عارف إن اليوم أتزوج. والسعادة ما بتنكتب لي إلا الساعة 12 وفوق. السعادة ما تكتب لي الساعة 12 وفوق. لا يا حبيبتي ما نسيان. لا يا حبيبتي ما العنوان خلاص أنا وزعته للناس مقربين فقط. العنوان أنا خلاص وزعت للمقربين. كيف أنسى الله يهديك أنا كاتب منه هو عندي في جيبي. كيف أنسى الله يهديك أنا كاتب منه هو عندي في جيبي. أقول إيش بقول إيش بقول إيش. فيلة الأحلام في الخوير. فيلة الأحلام في الخوير. أيوة. أيوة. أي عايدة حبيبتي إيش بعد؟ عايدة حبيبي إيش بعد؟ لا لا الأغراض بتجيش إن شاء الله، الأغراض جاية معاش، يعني مجرد ما ما ما, ما تخلي السماعة على التليفون بكون أنا والأغراض معاش. الأغراض معاش. آه حبيبتي. يلا يا حياتي. يلا يا حياتي. يلا يا عيوتي. يلا يا عيوتي. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. قصدي باي باي. قصدي باي 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 باي. أبابو تا. نعم. ليش وقف؟ مبروك أستاذ مبروك. ما شاء الله الله يبارك في حياتك إن شاء الله يبارك في حياتك. بس عاد استاذ نص النهار جهارك ذاك يعني. بارك لي يا جمعه لما يتم كل شيء على خير. ان شاء الله كل شيء بيتم على ايدي ان شاء الله. اقصد الحين قوم يلا ما عندك وقت، وقت ضيق يعني. وما دام ما شاء الله شيء صحه ومال خلاص الله يقويك ويعطيك الصحه ان شاء الله. بس عاد استاذ ها يعني هذا الزواج ترى ما حرام ولا عيب، يعني ممكن الواحد يتزوج خاصه هذا النوع من الزواج هذا يعني. غريبه والله غريبة يا جماعة، مع إني أنا متأكد وعارف إنك أنت ما تحب السعادة يعني. أفا أفا وأنا جمعة أنا خدام الورطات أفا، لكن لا ما يصح إلا يصير العكس يعني. قصدي يعني أنا بصراحة أول شيء ما كنت فاهم أبعاد المشروع والحين فهمت، ولا يهمك يعني براح أفهم السادة موزة بكل التفاصيل بوضوح بصراحة، وبعدين السادة موزة يعني بتقدر الظروف وأنا فاهم. يلا قم 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 عسى ان شاء الله ايامك كلها عسل ان شاء الله على ايدي، اقصد ايامك سعد. يلا يلا على ايدك يا جماعه تفهم المدام بالاشياء والتفاصيل كلها يعني. اطمن يا استاذ اطمن، انا مستعد اشرح لها بالتفصيل يعني ما يهمك. بس على استاذها ترى السيده موزة زوجتك وام بنتك، فعسى ان شاء الله يكون القديم يعني ما تنسى يعني لما يجي الجديد يعني ها ما ينسيك الجديد القديم يعني ها. هو هذا الكلام يا جمعه اللي يشرح الصدر. يعني قولها انه المشروع الجديد بيتماشى جنبا على جنب مع المشروع القديم. بالتفصيل استاذ بالتفصيل، وخلي بطنك نرجله صيفي. قصدي اطمن هذا الموضوع يعني اطمن. جمعه نعم استاذ. بديت تخربط شويه. لا انا قصدي هي تقرا وانا اتكلم يعني اشرح. وانا بسير الاجتماع.
لانه هذا المشروع كبير ومهم ويبغى له مدراء يا جماعه. هذا هذا شغلك استاذ عاد، هذا بحكمتك وحمكتك عاد كيف تسويها عاد. انا في الحقيقه يا جماعه يعني في الحقيقه انا كان ممكن اقول حلموزه يعني، لكن انا وموزه شويه يعني في سوء تفاهم بسيط بيني وبينه، يعني الثقه شويه ما زينه بيني وبينه، ما تثق فيه. عشان كذا انا قلت من 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 ما حد يحل هذه المشكله الا جمعة، هذا الانسان الفطن الذكي المثقف. لا لا استاذ، من الناحيه هذه اطمن يعني، بعدين المساله ما محتاجه لا لباقه ولا ثقافه يعني، خاصه انت مسوي كل شيء يعني مثل وضح النهار يعني، في اوضح من كذا بعد ظاهر ظاهر يعني ما يصير بعد. لكن اقول استاذ ترى هذه السيده موزه سيده عظيمه بصراحه، سيده عظيمه خاصة وانت معطينها فكرة عن الموضوع، وانا عاد بروح بكلمها وباكد هذا الشيء، ما يهمك اطمن يعني. اسمع اسمع يا جماعة اسمع. نعم. اسمعني زينة. نعم. هذا الكلام اللي جالس يعني اقول لك اياه الحين. نعم. هذا ما ابغى يطلع عند الناس، لانه هذا يبقى سر بيني وبينك. افا افا عليك، انا ما احب افتن استاذ. سرك طوي، سرك كبير. ايوه. اسرع عندنا السر ما يعرفونه غير ثلاثة بس، انا وانت والسادة موزة بس. اي. هذا شيء معروف يا استاذ يعني، السر ما يعرفه غير ثلاثة. استاذ مدير، استاذ مدير الحق علي، مصيبة وحلت علينا يا استاذ مدير. خير يا حسان خير، ايش هالمصايب يا منى؟ استاذ مدير، المهندس الحين اتصل من المشروع ويقول الماكنة الرئيسية، ماكنة التعبئة الرئيسية للمياه المعدنية عطلانة وما تشتغل البر. يا جماعة استاذ سكت حسان. نعم. هذه المصايب ما تسول الحين لما يكون انا عندي شغل مهم. اسمع اسمعني زين، تجمع الموظفين كلهم بح وتناول كل واحد جلاس عشان يعبي الغرش. حضر. اهم شيء المياه المعدنيه تتعبى، فهم؟ خذ ابوك روح روح روح. حاضر انا اسير استاذ قال روح انت بعد ان شاء الله. ايش هالمشاكل هذه؟ ايش هالمصايب اللي تطيح راسي؟ لكن انا اهم شيء عندي ان هذه المياه المعدنيه توصل للمستهلك باي طريقه من الطرق. هي نعم وفاق مرق على جالي. يا سلام يا سلام. اتفضلي يا أستاذة موزة. نعم. هذه صورة من المذكرة اللي بتعرض في الاجتماع، وهذا الملف في كل التفاصيل. نعم، من الألف إلى الياء. نعم. ممتاز ممتاز يا جمعة، ممتاز، شكرا. بصراحة يا أستاذة موزة. نعم. أنت إنسانة عظيمة. في وحدة وقفت مع زوجها مثل الوقفة اللي أنت وقفتيها؟ ما أعتقد. والله إيش أقول لك يا أخوي يا جمعة، على الله أن سلمان يحس شوية. عارفة، لو وحدة ثانية غير إيش قالت لزوجها أنت حر، وأن الشرع والدين ما حرموا هذا الشيء، كان قالوا عنها مجنونة. لكن أنت بصراحة إنسانة عاقلة، أعقل امرأة في العالم. أنت إنسانة عظيمة يا أستاذة. جمعة، تو انت تهروث، ايش تقول وحدي ما فاهمة شيء؟ كيف الله يهديك ما فاهمة شيء؟ سلمان، اقصد الاستاذ سلمان، قال انه ما اعطنك فكرة عن الموضوع. حتى انا قلت له ان هذا الموضوع بيظل سر بيننا احنا الثلاثة، انا وانت والاستاذة موسى. حتى صدقينه وارتاح لكلامها، ارتاح. وعلى فكرة هني عندك ورقة أخيرة، آخر شيء في الملف، فيها العنوان. عنوان؟ عنوان ايش هذا؟ على فكرة يا أستاذة موزة، أنا من الناس اللي يؤمنون بأن اللي يجي من الله هو زين يعني. والله خلي الآن سهودة لكم إن شاء الله ويطول في عمرها، بس حد مسكين أستاذ سلمان في خاطرة بولد يعني، يكون أخ على الأقل لهدى، وعاد إذا جات بنت فهذا الله وهذه حكمته. الله يهديك يا جمعة، عصرنا صدقنا يوم قالوا ان دمك خفيف، دمك خفيف. نعم، تو انا بعد هذا العمر كله اخوم واصير اجيب اولاد، ما يقوس من الله بيكون. لا يا استاذة موزة، ما انت اللي بتخلفين، ما انت اللي بتجيبين اولاد. عجب، من اللي بيخلف واخته اخ حلهودة؟ من يعني من هين سلمان؟ ما يلحد غيري. اسمحي لي يا استاذة موزة اعبر لك عن اعجابي الشديد لشجاعتك. صدقيني ما في واحد في الدنيا يحب يتزوج على زوجته ابدا، ما في حد، الا اذا كانت مريضه ولا مجنونه ولا معذبتنا مثلا يعني. هي نعم، ولا يعني تجيب كله بنات وما تجيب اولاد يعني. وبي وبي، ومن هو هذا ابو باغي يتزوج على زوجته؟
ظاهر انك انت تفتح لي يا مدام. انا بصراحه سمعت يعني سمعت قالوا انك انت يعني معدبتنا ومطلعه روحه، لكن انا ما صدقت ولا يمكن اصدق ابدا، اصلا هذه كلها اشاعات. اي نعم انت امراه كلك روح رياضيه. جمعه جمعه تو انت صاحي ولا تخرف ولا انك مغيب؟ لا الحمد لله انا صاحي يا مدام. انت مستغربه كيف انا عرفت يعني؟ لا انا صراحه قلت له يا استاذ سلمان زواجك من عايده بيضل سر بيننا احنا الثلاثه، انا وانت وموزه بس. يا مدام انت ليش تشوفي عليك ذاك؟ حصل شيء لا سمح الله؟ ظاهر انت فرحانه يعني ظاهر انت فرحانه. الله يدومها من سعاده، هذا هو المعزه، هذا هو العز، هذه السعاده صحيح. اي نعم هذه هي المعزه ولا بلاش. انت ليش تقلبين عينك علي كذاك يا مدام؟ على فكره لا تفكرين ولو لحظه ان سلمان يكرهك وعشان كذاك تزوج عليك. لا انت القديمه يا مدام، والمثل يقول قديم البريسم ولا جديد الصوف، والبريسم باين ما شاء الله. ماشي احسن من الضحك. يا سلام يا سلام فرحانه. الله يدوك بس. مع السلامه مدام، مع السلامه. الله يهنيك الله يهنيك لهذه الدرجه. هي فرحانه يا سلام، هذه المعزه ولا بلاش، هذه السعاده الزوجيه ولا بلاش. جمعه ايوه موزه، اقصد استاذه موزه. تعال ابغاك في خدمه. حاضر. انت تامر يا استاذ. خذ فلوس هديه مكافاه. الظاهر انت فرحانه يا مدام وايد. انا ما سويت شيء على كذا، اليوم كل يوم خلفاني يتزوج ويطلق وجينا اخبرك اطلع مريش اخر شيء عاد. ابغاك بهذه الفلوس نعم تشتري لي شويه اربطه. اربطه خير؟ هل متعور معكم ولا شيء يعني؟ هو الحقيقه ما متعور لكن بيتعور ان شاء الله. وابغاك تشتري لي بعد شويه شاش وايدين انزين وادويه، ويعني بالكميه اللي تقدر عليها وتجيبها. بس ليش يا مدام ليش؟ خير ليش عليش هذا كله؟ وبالمرة لو تشتري لي عكازين أحسن. عكازين؟ يجعله خير يا رب. ولا أقول لك؟ ما يحتاج عكازين، أنا بتصرف. عموما أنت اشتري هذه الأغراض اللي خبرتك عليهم ووديهم المكتب عند سلمان. زين يا أستاذة موزة يكون عاد سلمان عاد راح؟ بيرجع لأنه بيحتاج حل هذه الأغراض. عموما تسلم الأغراض هاي في دين سلمان، في دينه ورجوله بعد. بس ليش يا مدام ليش علي؟ ليش ما يخصك الحين، ماشي وقت. يلا ما شغلك وروح سوي اللي قلت لك عليه بسرعة. معقولة عكازين واربطة؟ ما حق سلمان لما يتزوج عليه. ايش تبغى تسوي؟ جمعة انت تكلم نفسك؟ خير؟ بصراحة المشكلة عكازين على راسي. بس انا ما تعرف ايش على راسك. عن ابنك. اخ بس اخ. السلام عليكم. انت ايش فيك؟ انت ليش معصبة؟ معصبة؟ لا معصبة ولا عندي خبر. اللي يجلس في هذا البيت يعصب؟ لا يا حبيبتي لا، اني مبسوطة ما تشوفيني. ايش هالورقة اللي في ايدك؟ هذه الورقة مذكرة راسلنا ابوش من محضر الاجتماع في دين جمعة، وهذه المذكرة للذكرى. لأن الذكرى الشيء الوحيد اللي تعلم اللي ما متعلم. أنا ما فاهمة شيء. يكفي ان انا وابوش اللي فاهمين كل شيء، وما اعتقد انت بتفهمي. روحي غرفتش وخليش بمذاكرتش لانه خلاص ما شوقت. امي انت ايش فيك؟ خذلش ما فيني شيء. انا بصراحه ما عجبتني معاملتش لابوي. طبعا تعرفي ليش؟ لانها كانت معامله بالكلام وبس. لكن بعده ما صار. اي لكن انا بصراحه ما فاهمه شيء. وما اعتقد انك بتفهمي، روحي حقرتش وارتاحي، وبعد ما اجهز اللكن بتفهمي كل شيء.
زين انا انتظرك انت وابوي ولا اتغدى وحدي؟ لا يا حبيبتي، تغدي وتهني وارتاحي بغرفتك، لاني انا عازمه ابوش على وجبه هنيه دسمه. بس عاد خارج البيت اكله خليه يجي من هناك وهو ما جوعان شبعان ولا الاخر. ايوه كذا يا يمه، عيشوا حياتكم مرتاحين. طبعا حياة طبعا بتكون من غير مشاكل. حياة كلها عز في عز. وبعدين انت عارفة يا حبيبتي ان انا عندي اهل وكل واحد منهم متربي عدل. نعم يبلع قبل. لا والعلمش عزمتهم على العرس. عرس؟ عرس واحد عزيز على قلبنا كلنا، راح اخلي الفرحة من راسه الى انساسه. عليك يا سلمان. يا رب صبرني صبر أيوب يا رب. إيش لك يا أمي؟ عاجبنش يعني حال أبوش؟ جالس ويشوخه. في حد يا ناس ينام نومة عميقة وهو جالس؟ ايش هالبلية؟ تعالي صحي ابوش علشان يقرع. ايه انت يا بنية مو جالسة تشوفي هناك؟ ماشي ماشي بس ماشي ماشي علي. انا احب اقول لك ان ما حد يودي اكل حال جمعة. ليش؟ ولا حد يكلمه، سمعتيني؟ ما من غير ما، ولا تزيدي كلمة غيرها، ما أريد كلام زيادة. لكن من غير لكن، سمعيني، كلامي أنا هو اللي بيمشي. إياني وإياش أشوفش تكلميه ولا حتى تشوفيه ولا ترى يستوي شيء ما زين، فاهمة ولا لا؟ دوام دوام نعم لازم 7:30 يعني دوام 7:30 ولا ما في توقيع. اتوقع 7:30 يعني 7:30. ايه قوم 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 تغدى وبعدين شوف من ما موقع ومن موقع يا حضرة المدير. ان شاء الله ابن ابهان، ان شاء الله الغداء ذاهب. اي ذاهب. مشكور ابن ابهان. زين ان شاء الله. يلا قوم. الله يا الله لك اثنين. لا كان هيش علي هلا خدي ودي بحال مدير الصباح ودي انا ايش خاصني ويا قاتل لازم انفذ لوامر وانا تراني خدام الزملاء والاخوه والمثل يقول اربط الحمار مكان ما يريد صاحبه. حمار؟ اي حمار يا جماعه؟ انا قد حمار؟ اي قد حمار يا حمار. لا لا قول يا حمار في واحد يجي الشغل الصبح في صباحي ارسل. والله عاد هذا يتوقف على نوعية العمل وأكل العيش. أما أنا عن نفسي صراحة لما أتزوج أخذ إجازة 6 شهور عشان أسبح في العسل. عسل أسبح في العسل ما لاقي حوض ماي أسبح في العسل. الله يهديك يا جماعة. أنا ما أتكلم عنك أنت، أتكلم عن شيء ثاني يا جماعة. وأنا أتكلم وأتمنى قصدي أتمنى أن تتكلم معاي عشان يكون بيننا ود وأخوة. صراحة ما أعرف هذا الثاني ليش ما يطيقني، ما أعرف. أقول جماعة لا يكون يعني باغي يزوج بنته مدير أو موظف. بعدين إيش في العامل؟ ها قل لي إيش في العامل وإيش في الميكانيكي؟ إيش في الميكانيكي طالما أن لقمة عيشه حلال وعمله نظيف؟ هي نعم صح؟ بيعرف ليش هالأشياء رقم شاشة آي دي. بعدين صباحية يوم العرس إيش يسوي فيه ماي؟ جماعة الظاهر ما معي اخوان ما معي. اقول
افرض افرض صباحي تعرسك يعني يوم زواجك الصبح جبت لك انا هالاشياء هذه ايدين وكروم وشاش وقطن ايش بتسوي فيه ما فيها شيء ما فيها شيء مقبوله منك علشان بس يعني تبقى ذكرى ومعزه بيننا هي ما فيها شيء بس ساعتها ترى لا تلومني اذا عملت لك عاهه مستديمه فلعتك ولا شيء يعني ما الله صار جمعه جمعه ما عجبه كلامي راح مسكين بعدين ايش هذا الشاش وقطن وكركركوم ما ادري ايش يا جماعه الناس ايش فيها جنت ولا انا مجنون زين زين السلام عليكم مع السلامة ما نبغى شيء اليوم اها رد السلام الأول أنت بالله تنعليك ما تجي إلا ونضبط الساعة على الأكل ما يكفي اللي تقرعك اليوم مريم عيب هذا الكلام اللي تسويه عيب ما بزين جمع ولدي نعم تعال ولدي تعال 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 يا أمي ليش هذا الكلام هذا الجمعة يا الله جمعة فزعتيني بجمعة ترى زال زمانه أنا وحدي ما عارفة مو عارف إنكم في هذا الشبيه هذا لكن مو أقول ناس ما تحس مو هذا أبو فيدينة مو قايب هذا قطن وشاش وكروم وايدين تفضل يمكن عمي يحتاجهم حالش ولا شيء هو هذا أبو فالح فيه بس تجيبه لكن قال لك يوم قايب في دينة كيس فيه برتقال ولا تفاح ولا كيلو لحم إلا ولا شوية مكسرات أوه مريم تراك من صحته يا معولدي نعم سرع سرع تغدى تعال قعد قعد والله العظيم لا تزعل يا جماعة أمي تعزك بس هي عصبية شوية حد يزعل من أقول خالتي إيش رأيك تأخذي لك من الأغراض شوية تراها تنفع أقول جماعة كنا أكل لكم أنا لا بس أكلت البارحة أكلت وبس جاي أطمن عليكم بس لا لا لازم تأكل الرجال قال لي شو حلف انه ما يبغى يوكل يعني لازم تغصبي لازم انا حلفت انا والله ما حلفت واحلف اني ما حلفت واذا ما مصدقين حلفوني معناته انه تبغى تقرع مريم مريم اقول لكم شيء يريحكم مع السلامه عفا وراحه جماعه زين كذا زين اللي سويتي عجبنك يعني الحين ليش يا امي ليش تعملي كذا يا بنتي علشان يحس علشان يعتمد على نفسه وعلشان يشاركنا شوية ما بس كله ياكل 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 ونحن فاتحين فندق أنا يا ميت مرة ميت مرة قايل لك إن الريال هني عايش معانا بفلوسه بفلوسه ياخذهن ياخذ مزرعته بس المهم إنه يبتعد عن بيتنا ما يجي نحن هذا رجال وقه فقر والفقر ما يجيب غير الفقر أوين قايب قطن وقايب رباط يا رب العالمين إن شاء الله يربطوك بهن يا ربي ويعلقوك من رجولك بالغم اضحك روحك في الجنة من الدنيا
بعض.